الرحمن الرحيم. شوفوا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا جماعة، هذا الفرخ ريلم فوشحة. شوفوا هذا الفرخ ريلم فوشحة. يلا نجم الدين اربط، راح نسوي طريقة. امسك كاميرا نجم الدين، امسك كاميرا انت هيك. ايوه خلي انا اسوي، تعال خلي هني نشوف طريقة شلون. نربط اول ريل، حلو. هو المفروض بالعمر هذا ناخذ ريل الثانيه، نوصلكم بالطريقه هذه. شفتوا شلون الطريقه هذه؟ هذه الريله كذي تصير، قاضبين اثنينهم كذي بالطريقه هذه. تالي نربطها. طبعا لازم الطريقة هذه يكونون شيء متلاصقين بالجسم. هذه الطريقة. شوف شلون. عطني مقص نجمدين، خلي امسك حبل. هذه الطريقة. شوفوا شلون الحين لما يقعد، يقعد كذي. شوفوا شلون قعدته، هذا يقعد كذي. خلونا اسبوعين 3 اسابيع عاد يبطلونها عليه، يبطلون التوثيق هذا من هني، التوثيق يتبطل من هني وتشيلونه، وان شاء الله ما في الا العافيه. السلام عليكم. هذا شرح حق الطريقه. السلام عليكم. السلام عليكم. تتذكرون الفرخ اللي ربط ريوله يوم اصور الفيديو وقلت لكم ربط ريوله؟ واحد من هذيل. شوفوا هذا زين، هذا الثاني بعدها ريله شويه بس قام يمشي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، قام يمشي زين، يتعدل شوي شويه. هذا ربطنا ريله، شوفوا للحين شويه بس صار زين الطير. هذا شفتوه ما شاء الله تبارك الرحمن.